السلام عليكم، كيفكم دايرين؟ غايه لاباس؟ انا صافا الحمد لله، وان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم غادي نديرو ميني مطلع تاع لي ساندويتش، غادي نعطيكم جميع التفاصيل تاعه وكيفاش تسوقوه وين تسوقوه. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو الى اخر. نبدو على بركه الله في المقادير. هنا عندي كيلو تاع فرينه، في الكيلو تاع فرينه عندي مغرف كبيرة كيما هكاك تاع خمارة على الخبز، بسم الله. وعندي مغرف تاع سكر ومغرف ممسوحة كيما راكم تشوفوا تاع ملح. هنا غادي نخلط كل شيء مع بعض بهذا الشكل. لكن الجو عندكم بارد بزاف، ديروا مغرف ونص تاع خمارة. انا الجو شويه دافي عندي في الدار، هذيك هي درت اي مغرف هكا. دروك عندي الماء يكون دافي، ما يكونش حامي بزاف يقتل لكم الخماره، يكون دافي. شوفوا انا العجينه تاعي نخليها قاصحه، ما نجريهاش، ومام تاني ما نعجنهاش، ما نجريهاش وما نعجنهاش، غير قد لي تتلم صاي حبس بهذا الشكل. ديفو الماء تدريجيا بهذا الشكل. ما قدش نقول لكم المشعل لخاطرش كل وحده والفرينه تاعها. انا هذه الفرينه تاع الشكاره، ماشي تاع القابصه ولا تاع الشكاره، وتخرج هنيك شابه، كسرتها تخرج شابه كيما راكم تشوفوا. العجينه تاعي ما هي لا تتلصق لا والو، شوفوا راهي قاصحه. انا نخليها كيما هكاك. ولا بغيتوا تخدموها كمشروع كيما قلت لكم، هذو صالح يلقى لهم تبكار، يلقى لكم تبكروا باش تخدموهم بكري وتوجدوهم بكري. هنايا عندي قد زوج مغارف تاع زيت، بسم الله، نديرهم هكا فوق العجينه تاعي. واللي تبغي ديره فوق ولا في وسط العجينه ديره في وسط العجينه، انا نديره بهاد الطريقه. الزيت شنو هو الدور تاعه في المطلوع؟ ما يخليلكش شغل كي تقعدي تاكلي، شتو كي تقعد تتعلوك هي ما يخليهاش كيما هكا يهششها. الزيت يلعب دور كبير في المطلوع. ديري عليها ساشي ولا كيس بلاستيكي كما راكم تشوفوا، وزيدي غطيها من الفوق وخليها حتى تخمر. كي تخمر نرجع معكم باذن الله باش نكملوا بقيه المراحل. رجعت معكم بعد لي ضعف الحجم تاعها كما راكم تشوفوا. اش غادي ندير؟ غادي نديغازيها بهذا الشكل، نديغازيها ونعاود نخليها تتخمر. كما شفتوا ما دلكناها ما والو، يعني تحتاج للخمور، فهمتوني بهذا الشكل. وغادي نخليها هكاك، نعاود نغطي عليها ونخليها. كي تضعف الحجم تاعها نعاود نرجع معكم. بعد لي خمرت للمره الثانيه غادي ننزلها الخمور ونديرها الكرات، نقسمها الكرات خاطرش غادي نديروهم صغار. اللي بغات ديرهم كبار ديرهم كبار بهذا الشكل. غادي نديرهم بهذا الحجم، يكونوا يوزنوا واحد 100 غرام هكاك ولا سمحوا لي ما كنتش نشوف الصوره بلي ما كانتش واضحه. غادي نكملهم كاع بنفس الطريقه ومن بعدها نرجع معكم. هذه هي الكميه اللي قطعها لي، واحد 14 وحده. غادي نبدا نحل فيها دروك، حلوها بيدكم ولا بالرولو، انا غادي من بين سهل على روحي باش بالخوف نكمل. غادي نحلها بالرولو، نحلها كاع ونعاود نرجع معكم. كما قلت لكم قطعت لي 14 وحده.
وهنا راني كملت كاع الكميه تاعي، غادي نخليها واحد 10 دقائق ونبدا نطيب فيها. شوفوا السمك اللي درته، راكم تشوفوا السمك، هذا هو السمك اللي درته. وكنصيحة انا لكنت بغيتو تعتمدوه كمشروع، كنصيحة استعملوا الميزان باش يكونوا كاع الخبزات كاع كيف كيف، وباش تانيك ما تنقصوا ما تزيدوا زعما، باش تدوا دراهمكم حلالين على الصح كيما نقولوا حنايا. ان شاء الله ان شاء الله تكونوا فهمتوني. غادي انا نخليهم واحد 10 دقائق ونقلعوا نطيبوا فيهم. غادي كي نطيبوهم تشوفوهم هكاك ينتسفوا، يعني يجي خاوي من الداخل. هذا كيما قلت لكم لخاطرش تاع لي ساندويتشو كاع يخدموا به، ما يغبنهمش مابا في الحل، تحلي غير شويه وتدخلي الماكله تاعك. نخليهم 10 دقائق ونرجع معكم ان شاء الله. هاد لي فات 10 دقائق الطاجين ديجا راني محميته من قبل، ونحط الخبزة تاعي. شوفوا هنايا غير تقعد تنتسف كيما راكم تشوفوا، غير تقعد تنتسف نقلبوه بهذا الشكل ونخلوها دوك تشوفوها تطلع. ما غاديش هنايا يقطع معاكم، هنايا غير نقلب الخبزة نزيد للغاز. الضربه الاولى نكون منقصت له، ما قلت لكمش الضربه الاولى نكون منقصه للغاز، غير نقلبها نزيد له. بزاف غادي يقولوا لي كيفاش تنبيعوا هذا المطلوع ولا ميني مطلوع، هما السوبيرات يدوهم ولا المطاعم تاع فاست فود ولا فيونداشي وكباب هذوك الصوالح، هادو يدوهم شوي يليق الاتقان في الخدمه تاعكم باش يدو حاجه زعما كينا كي قال لك العين تاكل قدام الفم. هنايا في الطاجين ثاني غادي ندير لكم ثلاثه زعما باش بالخوف تكملوا ثلاثه، ودوك ثاني كينتسفوا كما راكم تشوفوا ها هما جاوا منفوخين ما شاء الله. هذا هو الشكل النهائي تاع المطلعة تاعنا. كما قلت لكم تنجموا ديروا مطلوعات ثاني كبار كما راكم تشوفوا، ثاني تبيعوهم عند الحوانيت. شوفوا جا ما شاء الله، ما جاش معجن كما راكم تشوفوا، غير تنحلها تتحل معايا الداخل يعني جا منفوخ. هنا الثمن تاعها تبيعوه 1500 ولا 2000 على حساب الكبر تاع الخبزه تاعكم، على حساب الجرام اللي ديروا فيها. كاين لي شويه شويه هكاك 150 ولا 150 غرام بيعوها 2000، ولا كانت صغيره شويه نقصوا شويه سومه باش تانيك ملحن وتانيك يدي معاكم. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم. هنايا نكون وصلنا نهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير والى اللقاء في فيديو اخر. سلام.